بيقول كده عن خيمة الاجتماع: كان ليها باب خارجي ولباب الدار سجف 20 ذراعا، يعني 10 متر، من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة الطراز. آمين آمين. طيب، حابين في حلقة هذا اليوم نسمع عن أبعاد وتأثيرات هذا القميص الملون. أيوه، أول حاجة اتكلمنا فيها يمكن قبل كده وهنتكلم تاني، أنه ده رمز للجمال، رمز للمجد، رمز للتفرد. نعم، رمز للجاذبية. يعني كنت بفكر في حاجة أخ فؤاد، هل ملون، طب ما عملوش أسود خالص ليه مثلا؟ ما عملوش أبيض خالص ليه؟ أسود طبعا في عندنا بيشير إلى الحزن، كآبة والغم. نعم، يسوع المسيح لما جه على الأرض اللي هو المرموز إليه بيوسف، ما جاش بالويلات ولا بالغضب ولا بالدينونة ولا بأن الله بيعذب البشر. ده جيب أول وعظة قالها: طوبى للمساكين بالروح. وزي ما كنا بنتكلم مرة أنه الإنجيل يعني بشارة حلوة، بشارة طيبة، يعني ما جاش باللون الأسود، خبر سار الخبر، الخبر السار، ما جاش بالكآبة والشؤم والحاجات المخيفة عن الموت وما بعد الموت. ده بالعكس بيقول كده: أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. وبرضو بقول إيه، ما جاش باللون أبيض ناصع البياض. لو جيب باللون أبيض يعني قداسة مطلقة، هنترعب منه، هنخاف منه. زي زمان إشعياء أول ما شافه في مجده، شاف يسوع قبل ما يجي على الأرض بحوالي 700 سنة، شاف: رأيت السيد جالسا على العرش، على كرسي عالي ومرتفع، وأذياله تملأ الهيكل. والصرافين بيقولوا مش بيقولوا محب 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 ولا متواضع، لا، بيقولوا قدوس قدوس قدوس، اترعب. فالنهاردة عايز أكد أنه لما جاء يسوع المسيح على الأرض ما جاش عشان يعلن قداسة الله بس ومخافة الله، جاء عشان يقدم محبة الله. فجيب الألوان الحلوة دي، يعني جه زي ما قلنا قبل كده الأسمنجون اللي هو السماء، وجايب لنا أخبار السماء للأرض. لست أسأل الآب من أجلكم لأن الآب نفسه يحبكم. حب يطمننا أنه أبونا السماوي في أخبار سماوية، واحد جايب بالرسالة من فوق بيقول: عايز أطمنكم وأفرحكم، الآب بيحبكم، ودليل حبه لكم أن بعتني أنا عشان أموت من أجلكم وعشان أخدكم أوصلكم للسماء. اللون البوص المبروم بقى هنا اللي هو الأبيض، الأبيض بيشير إلى نقاوة المسيح وحياته الإنسانية الكاملة اللي الواحد بيتشرف بيها. احنا مش بنتبع شخص معيوب ولا شخص تبقى بتحاول تداري عيوبه ما يقصدش، لا، ده شخص نقي. يعني إيه؟ من منكم يبكتني على خطيه؟ ده مرة بقول لأعدائه: حاولوا تلقوا في الثوب الأبيض بقعة سوداء. أتذكر ساعة أقرأ عن بعض رؤساء الدول العظام المشهورين، برضو يقول لك كان في ثغرات في حياته، نقط سودة، حاجة تكسف، فضايح. لكن أنا عايز أتحدى، أو هو يسوع بيتحدى أي واحد، يقول: مين يقدر يمسك علي نقطة واحدة في البياض الناصع؟